وضع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العالمين الجديدة الذي تنفذه شركة صينية على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح الجزار أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات وتطل على بحيرة صناعية. وأكد الوزير أن العالمين الجديدة هي مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات. إذا كما نرى في هذه الصورة التي كنا نشاهدها منذ قليل، هذه الصور لوزير الإسكان بعدما وضع حجر الأساس لمنطقة الداون تاون. وزارة الإسكان تقوم بإنشاء 5 أبراج للسكن في هذه المدينة التي تتميز، وهي المدينة المركبة التي تتميز بإمكانية الإقامة فيها للسكن والعمل وأيضا للسياحة، هي من أبرز وأكبر المدن ربما التي أنشأتها الدولة مؤخرا، مدينة ذكية تتمتع بقدرات سياحية واقتصادية كبيرة. الدولة كما نلاحظ في هذه الصور تهتم بها اهتمام بالغ، مثل كافة المدن والمدن الذكية والجديدة التي أنشأتها وتنشئها الدولة في الآونة الأخيرة. مدينة العالمين الجديدة ربما سوف تكون عاصمة مصر السياحية خلال أعوام قليلة فقط. هناك اهتمام كبير بهذه المدينة سواء من الناحية السكنية أو حتى من الناحية السياحية ومن الناحية الاقتصادية والتجارية. منطقة الداون تاون ربما سوف تكون مثل تلك التي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، سوف تكون هناك أيضا أبراج في هذه المنطقة مثل البرج الأيقوني الذي تم الانتهاء من خرسانته بشكل كامل منذ أيام قليلة. هي الأنظار مرة أخرى تعود إلى مدينة العالمين الجديدة للانتهاء منها بشكل كامل مع إقامة هذه الأبراج السكنية، إضافة إلى ما يوجد بها من فنادق ومنتجعات سياحية ومنطقة للمال والأعمال وعدد أيضا من الإسكان المتوسط وأيضا الإسكان الفاخر.